Stop playing with that thing. I've just got to adjust this. Give me the sequence calculations. Now! They're already done. I wonder if it will be raining. Stand by. Herr Hitler. Ja. Was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Did you find him? Hitler is out of the way. Congratulations, Professor. With Himmler removed... Time will tell. Sooner or later, time will tell. وهنا الفيديو مش فاهم تقول مالا ديكا هذا معناتها جينا الانترودكسيون تاع لعبة اتعملت عام 95 و 96 اسمها كوماند اند كونكر ريد اليرت و دي باسي توا معناتها كان تمشيو اي واحد عنده كان عنده اورديناتور من وقتها تمشي تلوج عليها تلقاها تحت 40 سي دي 50 هذيك الفيديو حبيت نوريها لكم خاطر هي في الاركيولوجي دي جو فيديو الاركيولوجي بمعنى لوجي كيما تكنولوجي و اركيولوس القديم معناتها علم القديم الفيديو هذي كما مثلا حتى هذه لي الديار الطرابلسية مثلا توا كي تمشيو لدار من ديار الطرابلسية تهزوا لوحة تلقاو تصويرة انتوما اللي عملتوه يتسمى حفرية أثرية غير مرخص لها معناتها يجيك الحاكم يرفلك خاطر هذيك ديجا تكتسب في الاركيولوجي ومن مثلا الحاجات الاخرين عندنا قصور البيات عندنا البلاصات والجيلات تاع فرانسيس المخلفات العثمانيين والسبانيور المدينة العربي واحنا ماشيين حتى الحضارة الرومانية كارتاج ما قبل التاريخ وحتى القرد معناتها هذا كله يجي تحت علم الاثار و مرة أخرى مرة وزنوا الفيديو مش معي الفيديو تحكي على ألبير أينشتاين وقت اللي ألبير أينشتاين يقول حب يعمل مينيفير باراليل عاد يرجع معناتها تصير تيليبورتاسيون للماضي يلقى روحه هو وقتها عام 46 يلقى روحه عام 23 يقابل هتلر وتعرفوا ألبير أينشتاين يهودي ألماني تلزمش يخرج من بلاده على خاطر معناتها سينو كان يموت دونك أينشتاين يلقى هتلر يهزه معناتها من عام 23 يطيشه في يقتله معناتها ويرجع للحاضر وقتها يقولوا له ها انتهي معناتها انت توا نجمت تغير التاريخ وهذاك شنو عمل؟ معناتها كي قتل هتلر رجع للماضي باش تحكم في المستقبل وهذه الكلمه معروفه برشا اللي يتحكم في الماضي ينجم يتحكم في المستقبل هذاك علاش البلدان الاستعماريه في القرن التاسع عشر كي جات البلدان جات كنا نعرفوا جاو في يستعملوا تونس باش يسكنوا البطاله نتاعهم يدبروا لهم خدم وقتها كان فما الانتاج اكثر من طلب دونك باش يحلوا دي مارشي جدد باش يبيعوا السلع نتاعهم كل شيء لكن كي تقرا لي تيكست نتاع الفتره هذيك ما تلقاوش الحكايه هذه تلقاو اللي فرنسا مثلا كي جات تونس
جات باسم المهمه الحضاريه لا ميسيون سيفيليزاتريس. تشوفوا كيك فرنسا داخل هكا صدرها منفوخ، والعرب معناتها يصوروهم هكاك زعما بايتين فيها، شنو هذه هبطت علينا حاجه وهكا تشعل كلها كما ستوي لا ليبرتي، معناتها باش تجيب لهم التقدم والحضاره. هكاك كانوا يتصوروها، هكاك كانوا يخرجوها للراي العام تاعهم وللراي العام تاع البلدان اللي باش يستعملوها. معناتها ديما يبنيوا على حاجه في الماضي باش يقدموا بها، معناتها باش يتحركوا بها القدام. وفرنسا وقتها كانت تشوف روحها ك متعاقده. فرنسا قبل كانت لاغول اللي هي كانت جزء من الامبراطوريه الرومانيه، كانوا يشوفوا في تونس جزء من كيف جزء تونس كان جزء من الامبراطوريه الرومانيه. معناتها فرنسا تشوف روحها جايه كوريث الامبراطوريه الرومانيه باش ترجع شمال افريقيا للتقدم اللي كان عليه حسبهم هما وقت روما. ونتفكر مره نقرا في كتاب من عام كتب عام 1861، كاتب واحد اسمه جيران، هذا هو شيرشور اوروبي هكا جاي ينسنس كيما تو تشوفك اللي شيرشور امريكان تاع في دكاش ولا في رماد ولا حاجه هكا، باش يعمل ريسيرش، فما برشا منهم يعمل ريسيرش ويكتب رابور يهزوا لعباد اخرين، حكيت هكا. دونك جاي هو يلوج مشى البقعه فيها اثار، يلقى دي انسكريبسيون لاتين، يخزر هكا ويثبت الكل اللي تبع في الانسكريبسيون. يجي واحد معناتها تولي عندي تصوير هكا عربي يخزر هكا لابس كل لبسك شنو يخزر هكا يخزر باش تعمل الاخر كله الاخر هكا معناتها قاعد ميم هكا شابو مرايات حوتات فرنكوفونيه معناتها هكا ضعيف قول والله نشوف في الحجر نتاع جدادي كل صاحبنا هذا يقول جدادك قول وي اخزر عاد الفرنساوي خرج هكا كتاب مكتوب اون فرونسي قول له اخزر قارن بين هذا وبين الكتيبه اللي عندك اللي في الحجر هذا يخزر يقول له والله صحيح عندك الحق هذا يعني بيدي قلت هذا مش تاعنا الحجر هذا هذا حجر جدادك هذا ارض جدادك من وهكا كانوا يكتبوا معناتها يخرجوا حكايه هكا باش يوريو اللي زعما هي هذيك معناتها هما في الاصل جايين من غادي ومعناتها من الوقت هذاك معناتها هذا 1861 معناتها قبل الاستعمار اما من وقتها حتى بالاخص كي جاء الاستعمار كثرت الحفريات في تونس بالاخص حفريات الاثرية بالاخص على المواقع الرومانيه معناتها توا اكثر السيت اركيولوجيك اللي عندنا محفورين هما دي سيت رومان فرنسا من وقتها بدات تحفر كل ومعناتها لو بو اسونسييل هو باش توري لي احنا الفرنسيس هذا منين جينا فان كي تقرا الكتب اللي تكتبت على تاريخ تونس اللي تكتبت وقت الاستعمار على تاريخ تونس القديم تلقاهم عباره على يحكيوا على تونس وقتها مثلا كي يبدا يحكي على الجيش الروماني كي يحارب في القبائل كانوا يحكي على الجيش الفرنساوي كي يبدا في حروبات مع القبائل في الشمال الغربي ولا في الجنوب وهذيك فما انتربوزيسيون هذول من يمشي من الماضي للحاضر ويقعدوا كيكا يلعبوا بيناتهم وحتى لليوم معناتها بنسمعوا على اثار كان معناتها في العاده نسمعوا مثلا نسمعوا دق نسمعوا جم اكثر حاجات عندنا في مخنا اثار هما اصلهم روماني وهوني لازم نفسر لكم حاجه صغيره اللي هي المعهد الوطني للتراث اللي هو في تونس يهتم بكل ما هو تراثنا القديم معناتها كما تقول معرفش انا تقول الحاكم وزاره الداخليه في تونس تقول اثار المعهد الوطني للتراث المعهد هذا ورث كل شيء معناتها عملته فرنسا ورث برشا حاجات على فرنسا حتى الاستراتيجي دو ريشيرش معناتها اللي عملوها ورثوها على فرنسا قعدنا حتى لتوا اكثر حاجه يركز عليها المعهد الوطني للتراث هي الفتره الرومانيه وعلى فكره بلادنا فيها اكتظاظ تاع مواقع اثريه معناتها كان تشوف الخريطه تاع تونس تلقاها كل معناتها كان تاخذ كل معناتها كل موقع اثري تحط له نكته تلقاها كي كارثه صفراء معناتها كلها كحله بالمواقع الاثريه لكن مركزنا كان على المواقع المواقع الرومانية طفينا المواقع الأخرى مثلا قصر البي في حمام هذا قصر معناتها عنده مكانة كبيرة في تاريخ تونس وكل شيء لكن هتشوف سكواتي وبطاطس ومسخ وكل شيء علم تونس هذاك زادوه بعد الثورة القبورات نتاع اليهود ولا نتاع المقابر معناتها
تاع اليهود وتاع الفرنسيس كيف كيف كلهم جرافيتي وحشيش والا ما يتلاهوا بهم كي يرجعوا ماليهم. معناتها هذوما مهمين الاستراتيجيين تاع معهد التراث قاعده مركزه على الفتره الرومانيه. لكن هذا مش معناتها حتى الحاجات الرومانيه حافظ عليهم برشا. مثلا كي تشوف كارتاج تو تمشي كارتاج تشد في نيل معناتها من تونس حتى البلايك اللي تشوفه مثلا تلقاها كي ثبتوا فيها البلاك نتاع كارتاج قد البلاك نتاع مرسى ولا نتاع سيدي بوسعيد. وقت كارتاج هي معناتها من كي تمشي البر اكثر حاجه تعرف بها تونس قبل الثوره بعد الثوره بعد الثوره هي كارتاج. كارتاج مثلا توا كي تمشي توصل للضاحيه الشماليه في المدخل ساعه اول حاجه تلقاها عندك بلاك نتاع كارفور وقنطره وهكا بالنوار وكل شيء تهزك الكارفور. بعدها تلقى قنطره اخرى تهزك الكارفور معناتها زوز قناطر يهزوا الكارفور. وفي وسط الزوز قناطر هذوما عندك بيفركاسيون صغيره هكا تهزك الكارتاج كما تشوفوا هون. شوف كارتاج قد كبرها شوفوا مثلا هذيك القنطره الثانيه نتاع كارفور شوفوا البلاك نتاع مارسا سيدي بوسعيد قداش. وتمشي لكارتاج حتى كارتاج باش تزورها معناتها كيلكو سيت موجودين معناتها اكثرها كلاها البني. مثلا لمتا في بحر المهديه هذا السيت نتاع لمتا هذا السيت هذا سيت اركيولوجيك هوني البني هذا كله البني والبقعه هذايا اللي فيها كنت هذاك زيتون فوق الاثار. نعرف كي نشوف فما حاجه هوني كيما فم مونيكا بيلوتشي هكا دوره في الوسط هذاك سي ان امفيتياتر كيما الجم اما كيف فوق الحشيش والزيتون وكل شيء. دونك وهذه كلها منطقه ممنوعه فيها البني الا كل حاجه البيضه اللي تشوفوها الفوق قبلها بشويه فما مربع هذاك معمل تبناه في السنوات اللي تعدت ما عندوش برشا معناتها في القوانين الكل معناتها تقول اللي ممنوع البني تعمل لي معمل غادي مانيش محافظين عليها كيف في تلات تلات بحث القصرين وتلا تلقى اثار بعد يقعد هكاك حيط ومعمل كبير. دونك قاعده معناتها حتى من الحاجه اللي من المفروض نكون حافظنا عليها ما حافظناش عليها اليوم توا حتى بعد الثورة معناتها أكثر حاجات ركزوا عليهم تسمع في الأخبار تسمع الأركيولوجي هاو شدوا جماعة يسرقوا في الآثار هاو شدوا جماعة خاطر عنده آثار في دارو. وقت اللي كان فيكم شكون يسكن بحذا أي موقع أثري معناتها كان فيكم شكون يسكن في كارتاج ولا في بحذا تعرفوا في دياركم معناتها عندكم آثار مطيشة ماهيش حاجة تسمع بعد ساعات حاجة يقول لك نص كولون مطيشة ماهيش حاجة كبيرة معناتها. وفي الاخر الاثار معناتها القطع الاثريه ما عندهاش قيمه كيما الموقع الاثري بيدو معناتها هذايا التصويره هذه توريكم نسميها الاستراتيغرافي معناتها كل سطر هو فتره تاريخيه. هذايا كي تجيب تراكس وتضرب ضربه في القاعه بك ضربه تراكس هزيت 1000 سنه تاريخ هكا. وهذايا اكثر حاجه مهمه اللي في الاثار معناتها القطاع اللي فوق تهزت ما توالي ان اوبجي دار معناتها جوست حاجه مزيانه الكل اما الارض بيدها هي اللي باش تقرا بها تاريخ البلاد. هاد باش نعاودوا احنا قاعدين نعاودوا نبنيو في بلادنا وفي مجتمعنا من الجديد ملزومين باش نرجعوا لهذاك ملزومين باش نعاودوا ناخذوا معناتها من التاريخ القديم نعاودوا نبنيو. مثلا هذاك اللي صار في اوروبا الرينيسانس هي غروج ومفكرين بعض القرون الوسطى شافوا بلادهم داخله بعضها الكل وقالوا لازمنا نرجعوا معناتها الوقت اللي كنا فيه عهد عزنا كما احنا توا نحكيوا على الخلافه معناتها هما كيف عملوا كيف قال نرجعوا لعزنا نرجعوا للوقت اللي كنا حاجه كبيره وخذاو معناتها اليونان وروما وقالوا باش نرجعوا لهم روما وهذاك عملوه كيما الساس معناتها بيسور التاريخ كي تكتبوا تكذب برشا كذبوا برشا وزينوها برشا وهذاك عملوه كيما الساس وبناوا عليه كيف النهضه مش الحس معناتها حركه مش حركه النهضه ما الحركه نتاع النهضه اللي تعملت في القرن الثامن عشر اللي هي بعد احنا العرب كنا نشوفوا رواحنا معناتها خير امه نزلت للناس وكل شيء يا اخي فجاه نزل علينا الاستعمار كنا قاعدين هكا نسخروا رواحنا جانا الاستعمار. وقتها ثم مفكرين مسلمين كما محمد عبده كما الافغاني الكل هذوما قالوا لي ثم مشكله وبداوا يخموا وشافوا كيفاش في اوروبا عملوا رينيسانس عملوا حاجه تسميت من بعد النهضه احنا المسلمين ما عندناش رينيسانس الرينيسانس هي تقوم من القبر تعال تحيي من الجديد احنا ما نعاودوش نحيي من الجديد هذاك تسمى البعث اللي هو في دومين كفر
عندنا النهضة بعد كنا راقدين قمنا. دونك عملوا النهضة في القرن الثامن عشر، بدا التفكير، بدا المفكرين وكل شيء. كلاو الكف الأول مع الاستعمار، عاود نهضة أخرى اللي هي مع الحركات التحرر وكل شيء، جاء الكف الثاني بالكو، معناتها الديكتاتوريات اللي كانت اللي تحكم فينا عام ثاني، واللي مازالت تحكم فينا واللي المفروض باش يديروا الكل، معناتها احنا توا في النهضة هذول الثالثة، حاجة خلافة سادسة والنهضة الثالثة. هذايا توا معناتها لأول مرة، وأنت لأول مرة من الوقت هذاك باش نعاودوا نقوموا، ولازمنا باش نقوموا لازمنا نخزر تاريخنا بموضوعية، معناتها نعملوا صلح مع الماضي نتاعنا. مثلا تونس توا الناس كنت تقول لك تونس دولة وعندنا حدود وشنو يقولوا لنا احنا، لكن تونس جات فترة من زمان كانت تابعة لبلدان أخرين، معناتها ما كان مش حياتها كاملة تونس حدود ومسطرة كما هي. مثلا يقولوا على احنا دول كلنا مسلمين 100% مسلمين ولا قداش، صحيح، اما البلاد هذه كان فيها كانت لعدة قرون بلاد مسيحية، يهود ساكنين هون قبلنا احنا مسلمين. مثلا تو فرنسا استعمرتنا وعملت فينا وعملت فينا، صحيح، لكن فرنسا جبت لنا من الضوء. نقولوا احنا اللي الفتح الاسلامي كل شيء، فتح اما البلاد كانت داخله بعضها قبل يجي المسلمين كل شيء، لكن هذاك غزو اسلامي معناتها حرب قامت وجاي وماتوا عباد وكل شيء. لازمنا نتفكروا معناتها واحنا نقولوا اللي بلادنا فيها الدين وكل شيء، لازمنا نتفكروا اللي الناس اللي كانوا يسكنوا هوني قبلنا 2000 سنة اللي كانوا يعبدوا في السنب والسجر. لازمنا مثلا نخزر الرومة اللي هي تشوفوها معناها كما احنا نبيسوا بالدكة وشمتوا بالحكاية هذوكم، لكن روما كانت بالنسبة لقرطاج كما إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين، معناتها جات فسخ وعاود عمل بلاد جديدة. حنبعل ولا يغرطة اللي الشوارع ومنها كامل نسمعوا بيهم خسروا في التاريخ، عليسة كذبة نتاع ولاد صغار. دونك هذا الكل لازمنا معناتها نخسروا له موضوعية ومن غادي نعاودوا نبنيو البلاد نتاعنا. مي زاد فما حاجات لازم يتصلحوا، كيما انت مثلا تقرا في مكتب نتاع مدرسة نتاع مهندسين تطلع مهندس، تمشي تتهندس تدخل في شركة ولا تحل حاجة وحدك تكون مهندس. الاركيولوج مثلا مش يقرا اركيولوجي ويعمل 10 سنين اركيولوجي، ما نجمش يمشي يلقى نتيب اركيولوج تحفر هكا نتيب اترونجير ولا حاجه، ما نجمش يمشي يدق الباب ويدخل يخدم معاهم، لازم يتعدى على المعهد الوطني للتراث اللي حكينا عليه. على فكره انا معناتها ما نجمش نسمي روحي اركيولوج، غلطوكم خاطر اركيولوج لازم تكون عملت الدكتوراه، اللي هو انا معناتها خيرت باش ما نخليش ماستر، ما خيرت باش ما نعملش الدكتوراه وثنيت بحاجات اخرى. على هذا انا ممكن نكتب اركيولوج نزيد معها اكس اندبندنتلي اورجنايزد اركيولوج اوتر باروتيز. اما تصور معناتها بلاد كيما تونس فيها كان ديبارتمون واحد نتاع اركيولوجي، معناتها بالاثار اللي عندنا الكل عندنا ان سول ديبارتمون في فاكولتي بعيده في بحدا القروان، معناتها مش وين معناتها القروان، ثم القروان اللي هي منطقه اخرى مش اكثر بقعه، معناتها الكونسنتراسيون نتاع الاثار نتاعنا في الشمال الغربي. اما ان سول ديبارتمون تصور انت معناتها اكثر الناس اللي شادين مواقع الاثريه تو في تونس، معناتها المديرين الكبار اكثرهم ما عندهمش هذا في اركيولوجي، معناتها عندهم حاجه اخرى، يا نصوص تاريخيه ولا تاريخ قديم ولا حاجه مش اركيولوجي، معناتها اللي هي اقرب يمكن لكم انتوما للفاك دو لاتر مثلا الاركيولوجي، خاطر تستعمل فيها برشا معناتها الانفورماتيك لي سيونس وكل شيء. تصوروا تونس ما عندناش واحد مختص في المتاحف، فماش واحد في تونس عامل ميوزيولوجي اللي هي علم المتاحف. مثلا الكونسيبت بيدو بتاع اركيولوجي اركيولوج، تو انا مثلا على 10 من الناس مثلا يقول لي كنت نقرا كله نقرا اركيولوجي، 10 من الناس يبدا يحكي لي على العرافه والكنوز وتنبش في القبور كل الحكايات هذوك. منهم مره في حومتي نحكي مع ولاد حومتي قال لي تو يوسف تقرا اركيولوجي، معناتها كامل تلقى في الكنوز، بالنسبه لي هو كيما ميدسين يقرا ميدسين يولي ميدسان، كيما تقرا اركيولوج تمشي تولي تنقط تستغنى بالكنوز. لازمنا معناتها باش نحبوا، اذا كان نحبوا نبدلوا معناتها نبدلوا مجتمعنا لازمنا نتعلموا تاريخنا، وهذا لازمه تغيير جذري في التعليم بتاعنا. التاريخ
كنا نعرف يعني من كنس كل مرة كنت بنك من التالي في حصة التاريخ من تبنك على البروف وبعد ساعتنا ربوب تاريخي ولو بعد عملت هذا كله الحق درس تاريخ في تونس تلقى معناتها بلاش تصور بلاش فيديو بلاش حد شيء هذا ماهوش درس تاريخ تفد روحك تطلع أكثر نعرف عليكم أكثر درس كنتوا عارفينه هو حصة التاريخ والجغرافيا كيف معناتها التربية الأكاديمية خدت بعض هذيك التاريخ معناتها درس التاريخ لازم يدخل في الجامعات الكل مش كان في الفاك دو ليتر معناتها لازم كل ايكول تكون فيها تحسن تاع تاريخ كيما مثلا الجامعات الامريكيه الكل فيهم معناتها يتعلموا في اي سبيسياليتي يكون عنده شويه تاريخ خاطر التاريخ ماهو جوست قبل ومن بعد وصار فيه ثقافه وفيه برشا حاجات معناتها ثقافه فن كل شيء هذا لازم نكون معناتها لازمنا نتعلموا في كيلكو سوا نوتخ سبيسياليتي لازم يكون عندنا في تونس جمعيات محلية تهتم بحماية المناطق حماية المواقع الأثرية منها قبل كانت الشعب الثانية حماية صيانة المدينة معناتها لازمنا تولي واقعية صيانة المدينة لازم الشباب يولي يهتم أكثر معناتها نمشيو لسيت أركيولوجيك مش خاطر عندنا توريست صاحبنا جاي نمشيو نديرو بيه ناخذوا الإنيشيتيف نمشيو ووقتها نجمو نتحكموا في الماضي نتاعنا وقتها نجمو نعاودوا نكتبوا تاريخنا وقتها نجمو نبنيو مجتمع جديد وبلاد جديد.